السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير، تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمنى ملي اول مره كتشاهد القناه تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش ديما يوصلها الجديد ديال القناه. المهم اليوم البنات كما وعدتكم غنشارك معكم الطريقه ديال التركاب ديال العقاد ديال هذه القفيطه اللي ديجا خدمت معاكم. المهم الطريقه ديال الفصاله غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف، كذلك الطريقه ديال الخدمه ديالو كيفاش خدمت هاد السيفه هي غادي نخليها لكم ان شاء الله لتحت في صندوق الوصف. المهم بنات اول حاجه كنثبت هاد، يعني شوفوا الطريقه نتوما اللي غادي تريحكم باش انكم غادي تخدموه. غنثبت هادي، غادي نشدو بهاد الطريقه هادي بهاد الشكل هذا، يعني الجهه المقابله ليا هي هادي. كناخذ الخيط ليبرا بالنسبه للبرا، يعني شوفوا نتوما اللي ترتاحوا ليها، يعني المقاس اللي كترتاحوا لي. انا كندير هذه كبيره حقاش صغيره كضرني شويه في يدي، كندير هذه الكبيره هذه شويه. صافي البنات كناخذوا العقاد. بالنسبه للعقاد هنا انا خديت 40 عقده، هانتوما البنات 40 عقده، كل رزيمه كتكون فيها 20 عقده. المهم انا الرزيمه الاولى انايا فتحتها وحيدت لها دوك الخيوط اللي كيكونوا خارجين. صافي كناخذ العقيده يعني وكنبدا نخيط هنا من هنايا من الطرف. كنخشي ليبرا في الكابل بهذه الطريقه هذه، وكنركب العقده ديالي بهذا الشكل هذا. كندير هنايا واحد العقده بهذا الشكل هذا صافي، وكنخيطها بهذه الطريقه هذه. يعني كندير فيها بحال ما هكا شي 3 ضربات ولا 4 ضربات، يعني بحيث انها كتشد مزيان. صافي وكنعاود ندخلها هنايا، كندخلها هنا، كنخلي واحد المسافه اللي صغيره يعني تقريبا نص سنتيم، وكنخرج الخيط بهذا الشكل هذا. كناخذ العقده الثانيه، كناخذ العقده الثانيه. المهم انا كنوريكم البنات طريقتي، يعني المعلم راه كيزرب عليا هنايا، كيزرب ماشي ما كيديرش بحال ما هكا بشويه. يعني انا ملي كتكون عندي البياسه فيها غير العقاد كنخدمها بوحدي، ولكن اذا كانت البياسه فيها العقاد والضرس وهذا فانا كندفعها للمعلم. يعني بحال ما هكا ملي كنبغي نديباني راسي كنخدمها بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم كندير واحد 3 ضربات ولا 4 ضربات بهذا الشكل هذا صافي، وكنخلي واحد المسافه ثاني ديال نص سنتيم بهذا الشكل هذا، وكنديروا العقده الثانيه، العقدة الثالثة عفوا. هكذا البنات يعني كنخشيو البرا هنايا، كنخشيو البرا هنايا في الكابل صافي، وكنحطو بهذا الشكل هذا العقدة صافي، كندير فيها الضريبات هادو صافي. ثاني نفس الشكل كندخلوا البرا هنايا، كنخلوا واحد نص سنتيم يعني نفس المسافه كنبقاو غاديين بها، وكنديروا العقده الرابعه بهذا الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح البنات. صافي البنات غادي نبقى غادي بنفس الطريقه حتى نطلع حنه الراس ديال السفيفه ديال العنق زعما. المهم البنات هنا كما كتشوفوا انا كملت العقيدات كاملين، ما احتاجيتش 40 وحده كامله، غير 36 وقايله اللي احتاجيت. المهم ها نتوما البنات جاو كاملين، ها نتوما كملتهم كاملين. دابا شنو الخطوه المواليه؟ شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هذاك الكابل، انا غندير غير الكابل، يعني ممكن ديروا القيطان ممكن، المهم انا كنستعمل غير الكابل. ها نتوما غير الكابل يعني كيجي ساهل. هكذا البنات كنجي لهاد المثلث هذا اللي كاين هنايا لتحت، وكنخيط هذا الكابل هنايا، كندير له شي ضريبات هنايا البنات باش يتشد. Thank you.
ندير العقده هنا صافي، نكون خيطو مزيان باش يتشد مزيان بهذا الشكل هذا. صافي البنات هنا راه تخيط صافي. كناخد الكابل بهذا الشكل هذا وكنبدا ندور فيه على هاد العقيدات بهذه الطريقه هذه. هانتوما ها الكابل كندورو على العقيدات ديالي بهذا الشكل هذا، كندورو عقده يعني هانتوما العقده الثانيه سهله الطريقه. كندور بهذا الشكل هذا على العقيدات كاملين حتى نوصل للفوق ديال الكول. هانتوما من الاحسن ديرو بهذا الكبير هذا، هذا الكابل هذا كيجي ساهل، الا درتو الرقيق كيجي شويه صعيب، احسن ديرو هذا الكبير كيجي ساهل. كمبتدئات ديرو البنات غير هذا كيجي ساهل في الخدمه. ها انتما بقى غادي بنفس الطريقه ما نقصو حتى وحده هكذا البنات. غادي بهذا الشكل هذا هكذا حتى ندور عليهم كاملين. انا البنات كنوريكم انا طريقتي ساهله البنات، يعني ملي كنشوفوا المعلم صراحه المعلم كيزرب صعيب باش تفهمي. هذه طريقه ساهله البنات وممكن اي وحده تعلم العقاد. شحال من وحده البنات علمتها جات عندي، شحال من وحده قالت لي كيفاش كتركبي العقاد وعلمتها، ماشي علمتها، المهم وريتها وريتها الطريقه صافي وجاتها ساهله، اصلا ماشي شي حاجه صعيبه. الا كانت يدك ثقيله غتاخذ لك شويه الوقت، ولكن الا كانت يدك خفيفه مع المداومه غتولي خفيفه. ها انتما البنات هنا ساليت هاد دورتو على العقيدات كاملين. غناخد هنا شي شوكه هنايا وغادي نشد هذه باش ما تبقاش يتحرك ليا صافي. كيتشد بهذه الطريقه هذه الطريقه، شدو مزيان باش ما يبقاش يتحرك صافي البنات. كناخد القفطان بهذا الشكل هذا كنقلبو، كنقلب بهذه الطريقه كنقلبو يعني على الظهر ديالو هكذا. طريقه سهله البنات، انا ما بغيتوش تعلموا، يعني راه ممكن ديروا مع شي خياطه بحال ما كتبقاو، حيت كاين الخياطات اللي كتكون عندهم الخدمه بزاف يعني ما كيسالوش لهذا الشيء. قاولوا تعلمتوا لهذا الشيء راه هو مزيان البنات، راه ممكن تخدموا به مزيان بخير. ها انتما البنات كنقادوا يعني القنص ديال 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 العنق يجي على القنط ديال العنق بحال ما هكا باش ما يجيناش الديكالاج صافي البنات. وكنبداو يعني باش ما يجيناش الديكالاج صافي، وكنبقاو غاديين ومره مره كنقادو باش ما يجيناش الديكالاج كما قلت لكم صافي. هنا البنات غادي نبدا نخيط السنجر هنايا عندي شويه باش يبان لكم. هنا البنات شنو كنلاقي؟ كنلاقي هاد القيطان اللي دورت على بهاد القيطان اللي مخيطه بهاد الشكل هذا، بهاد الشكل هذا كنلاقي هذا اللي مدور انا هنايا مع هذا اللي مخيطه في مع السفيف. هانتو هذا مع هذا صافي، كنخيط عادي بهذا الشكل هذا. كنتمنى واضح يكون واضح حقاش دابا الصفر مع الصفر كيبانش مزيان. هانتوما كنلاقي هذا مع هذا، كندير ضربه هنايا وضربة هنايا صافي البنات. وكنبقاو ديما ننتبهوا لهنايا باش ما يجيناش الديكالاج، يعني ملي نكونوا كنخيطوا ما يجيناش الديكالاج. مره نشوفوا داكشي واش غاديين حنايا عبار واحد، نحاولوا ما نجروش، يعني ماشي نجرو هذه ونطلقوا هذه، يعني نمشيو في نفس المستوى بهذا الشكل هذا. هكذا البنات
هكذا، ونتابعو كما قلت لكم ديما، نشوفو واش رحنا غاديين في نفس المستوى، يعني باش ما يخرجش لينا الديكالاج في الاخير، خرجنا جنب طالع على جنب، يعني هذا المشكل راه كيوقع. صافي غنبقى غاديه بهذه الطريقه، هذه ضربه هنا وضربه هنايا، ونصيحه البنات ديروا داك كي اللي كيدير الخاتم، انا ما عرفتش نخدم به هذاك الشيء، علاش ما كنديروش، حسن نتعلم ليه ان شاء الله ونعاود ندير، يعني باش كدفع، يعني كندفعوا بهذا، يعني ملي كنخشيو البرا هنايا كندفع بهذا، شفتوا كيديروه هنا. المهم بقاو غاديين بنفس الطريقه، ديما نعبر واش هذاك الشيء واش باقي عندي القنت على القنت بهذه الطريقه، وكنخيط عادي هكذا البنات، كنقاد هكذا البنات هكذا، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه ساهلين البنات. شوفوا البنات كتجي خدمه نقيه وزوينه، مهم بنات هنايا كملت كلشي، بقات لي هنايا هاد الفتيحه هادي، ما غنطلعش العقاد حتى للفوق، غنجي هنا وندير واحد الفتيحه هنا، ملي بغينا ندير الفتيحه غنخلي جوج عقدات ولا ثلاثه على حساب العنق اللي بغيتو نتوما. كنجي هنايا كندير هاد الدائرات هادو كيجيو بحال الدريس، يعني البلاصه ديال العقاد كنخليوهم مفتوحين بحال ما هكا، كندير دائره عاديه باش كتجي شويه مديكوريا للكول. صافي كنخيطها بهذا الشكل هذا، كنجي ثاني كندير الثانيه، يعني كل عقيده كندير لها وحده، ندير بهذا الشكل هذا صافي البنات. هنا كنكون ساليت كنجي هنايا لهاد هاد الكابل هذا، صافي كنهبطو لتحت هنا باش مبقاش باين، صافي وكنفيني الخياطه ديالي. هاد الشكل هذا صافي البنات، وكنفيني هنايا
صافي البنات، كندير هنا العقده باش نسالي الخياطه، ندير واحد العقيده هنايا. صافي نقلب البياسه ديالي باش نشوفوا النتيجه كيفاش جا الكول ولا كيفاش جا الطوق. هانتوما البنات كيجي زوين، ما فيه لا عيب لا والو. هانتوما كيجي مقاد، يعني تبعوا غير الطريقه وما غتلقاوش ان شاء الله فيه المشكل. هانتوما البنات كيفاش جا، جا زوين. هانتوما الخدمه كيفاش جات، شفتو هنايا هادو كتجي عندنا هاد الفتيحه هادي بهاد جوج عقيدات بهاد الشكل هذا. صافي البنات دابا بقات ليا القفطان، غندير له واحد الحجيرات هنا، واحد لي سيبور، غندير له سيبور هنا وسيبور هنا وسيبور هنا، المهم سته ديال لي سيبور. وغادي نشارككم الشكل النهائي البنات. وهذا اخواتي هو الشكل ديال القفطان ديالنا. هانتوما العقيدات كيفاش جاو، وهنايا البنات هنا ركبت هاد لي سيبور هادو اللي قلت لكم في الوريدات، جاو ثلاثه هنا وثلاثه هنايا. هذه النظره الشامله على القفطان. هانتوما البنات جا كلوش من التحت كما قلت لكم، راني خدمت معاكم الطريقه ديال الفصاله. هانتوما البنات الكلوش ديالو، كميمات ممكن البنات ديروا، ممكن ندير له الحزام. انا نوريكم كيفاش غادي ندير له مجيديل صغيور حتى هو غيجي معاه زوين، ممكن يتلبس بحال ما هكا مطلوق، وممكن نديروا له شي مجيديل هنايا. هانتوما البنات كيفاش جا معاه المجيديل. المهم في اللبسه راه كيجي حسان البنات، راه كلوش وكيجي زوين في اللبسه، واخا الماكا ما كتعطيش الحق للبياسه، يعني حتى كتلبس هذا باش كتبان الحقيقه ديالها. المهم بنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك للقناه اللي عجبكم المحتوى ديال القناه، وكنتمنى انكم البنات تشجعوني. الصراحه كنبغي نشارك معكم اي حاجه كنديرها، كنبغي نشارك معكم زعما الطريقه ديال الخياطه وكيفاش كنخيط البياسات ديالي. كنتمنى انكم تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، واللي عجبها الفيديو تخلي ليا جيم، ومرحبا بالتعاليق ديالكم، التعاليق المشجعه اللي كتحفزني وكتشجعني ديما كما كنقول لكم على انني نعطي اكثر ان شاء الله في هذه القناه هذه. المهم بنات خليوا ليا جيم، وبسلام عليكم، تلقوا ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله.